سلام حبيبتي متتبعاتي، كي دايرين؟ جيسبر تكونوا ملاح ومرحبا بكم في نوفال فيديو اللي غادي نديكم جوله معايا نشوفوا لي برودوي كوزميتيك اللي راهم حاطينها. نبداو بكريمات الترطيب. راهم حاطين هاد لي كريم نيفيا ناتورالي غود. هاد لا كريم جايه الويل دو غران دو شانفر بيو، جايه بزيت بذور القنب. هذه كريمه تاع النهار سوان دو جور، كريمه للترطيب وكذلك تناسب لابو ستريسي. المكونات تاعها طبيعيه بنسبه 99%، ولو بري تاعها 27 من 1600 دينار. كيما هاد لاكريم هنا جايه بزيت القهوه الويل دو كافي سوان دو جور انرجيسون. هذه كريمه النهار تناسب جميع انواع البشره بما فيها الحساسه من ناحيه الترطيب، ثاني هايله ترطيب 24 ساعه. مكوناتها طبيعية تاني بنسبة 99%، لو بخي تاعها 9.09 من 1800 دينار. كيما هاد لاكخيم جاية بالبابونج على كامومي بيو سوان دو جور ابيزون، كريمة مهدئة جاية سون بارفان بدون عطر تناسب بالبشرة الحساسة. هاد لاكخيم تخفف من احمرار البشرة من هادوك لي روجور يابيز لي سونساسيون ديغيتاسيون. هاد لاكخيم تستعملوها صباحا على بشرة تكون انقية وتماسو كامل الوجه. لو بخي تاعها 7.67 من 1400 دينار. هاد لاكريم جايه بالالوفيرا بيو سوان دو جور اكلا للبشره كلها النظره 99%، مكوناتها طبيعيه بو نورمال اميكس للبشره العاديه والمختلطه. هاد لاكريم ترطب وتمنح اون سونساسيون دو فريشور لابو البشره. لو بري تاعها تاني من 1400 دينار. كيما هاد لاكريم هنا جايه بزيت الارغان الويل دارغون سوان دو نوي ريجينيرون. هذه كريمه تاع الليل لتجديد البشره، التركيبه تاعها جايه 100% زيوت طبيعيه كزيت الجوجوبا زيت اللوز الحلو. لو بري تاعها من 6 من 1400 دينار. هاد لاكريم هنا كريم اونتياج، هذه كريمة فيها زيت بذور الجوجوبا، فيها زيت اللوز الحلو، فيها زيت الأرغان، وفيها زبدة أشيا، وفيها الجليسيرين، وفيها الفيتامين أو سوان دو جور. هذه كريمة للترطيب وكذلك مضادة للتجاعيد. لو بخي تاعها 12 من 2200 دينار. دايما مع كريمات نيفيا كاين هاد الكريمات جدد نيفيا فيتال كونفور نوتريسيون، هذه بو ماتوري سيش، كريمه تاع الليل جايه غنيه بزيت بذور العنب وزبده الشيا. هذه ترطب البشره ترطيب 48 ساعه، تغذي البشره وتجددها كذلك بوندون لا نوي. لو بري تاعها 14.90 من 2800 دينار. كيما هذه منا بور اون بو رافيرمي اي ريجينيري، هذه جايه غنيه بزيت بتلات الورود عفوا ويل دو بيتال دو روز اي كالسيوم، تمنح نظاره للبشره. هاد لاكريم تحتوي على لا كرياتين بور ستيمولي لا برودكسيون ناتورال دو كولاجين دي سيلول، تعمل على تحفيز انتاج الكولاجين الطبيعي في البشره، كذلك تقلل من التجاعيد. لو بري تاعها تاني من 14 من 2800 دينار. نروحوا للماسك تاع الوجه، هذو موالف ندي منهم البنات هايلين وما همش غاليين بزاف. هاد الماسك 1.44 كيما هاد الماسك جاي اليكستري دو تي فير يا لا فيتامين او، جاي بمستخلص الشاي الاخضر وفيتامين او اللي يعملوا على تنقيه وترطيب البشره، يناسب البشره المختلطه والدهنية. بو ميكس اغراس اللي تخلوه من 15 حتى ل 20 دقيقه حتى اللي تحسوا به نشف. كيما هذا الماسك ماسك كريم، هذا نوريسون اي ابيزون، جاي بزبده الشيا ومستخلص البومبلوموس، ماسك مغذي ومهدئ للبشره، ثاني يصفيها ويرطبها ويناسب اصحاب البشره الجافه. لو بري تاعو 1.44. هذا ماسك تيسو اونتياج مرطب للبشره غني بحمض ايالورونيك غافيرمي لابو، يناسب جميع انواع البشره من لا مارك لابيل. لو بري تاعو 2.10. هذا الماسك تحطوه على البشره تاعكم وتخلوه هكا واحد 15 حتى 20 دقيقه ومن بعد تنحوه.
وكيما هذا الماسك لتفتيح نظارة البشرة إليمين لو تان، لو بري تاعو 2.18 يناسب جميع أنواع البشرة. في لي تان ترام حاطين هذا السبايغ من لا مارك لابيل، يغطوا الشعر الأبيض 100%، سواء أوليد فيك جايين بمستخلص حليب التين، يمنحوا لون طبيعي كولور ناتشورال، التركيبه تاعهم جايه كريميه نو كول با، هاد لا كولور جايه في البلون تري كلير نيميرو 9، اشقر فاتح جدا. كيما هادي منا جايه في البلون دوري اشقر ذهبي نيميرو 7 3، وكيما راكم تشوفوا مورين كيفاش تخرج على حساب لا باز تاع الشعر. كاين لي لو بري تاعها 3 أورو من 600 دينار، وكاين لي 4 أورو من 800 دينار. وفي منتجات الشعر كاين هذا السيروم، سيروم ليسان، سيروم مناعم للشعر غني بزيت الأرغان والكيراتين. هذا السيروم خصيصا لمعالجة أطراف الشعر المتقصفة اللي عندهم لي فرش، يستعمل ثاني لتصفيف الشعر، ما يخليش الشعر مزيت يعني دهني. هذا السيروم تستعمله قبل لاكوافور، سيروم سون رانساج بلا ما تغسلو موراه. لو بري تاعو من 15.62 أورو، من 9000 دينار، مغلينو بزاف هنايا. كاين هذا السوان كونسنتري كوكو نوريسون فيزاج اي كور، للوجه وللجسم من لا مارك سو بيويتيك. هذا جاي غني بماء وزيت الكوكو، وجاي طبيعي بنسبة 99%. هذا الكريم يرطب ويغذي البشرة صون فينيكا نيكولون، بلا ما يخلي الجلد يتلصق ولا البشرة مزيتة، وتقدروا تستعملوه حتى لليدين. جاي خالي من السيليكون ولا زيوت معدنية ولا عطر، ولو بري تاعو 11.65 أورو، من 2200 دينار. كاين هذا السوان ليفت غرناد، جاي بالرومان والريتينول، سوان روغاريد اي سيرن. هذا سوان دو كونتور دو لوي، المنطقه تحت العين، ينقص من هذوك الخطوط الرفيعه ولي بوش، يليس لي ريد، جاي بدون عطر سون بارفان، يستعمل صباحا ومساء في المنطقه تحت العين، وتماسو بلطف بلا ما نجبدو الجلد لانه ديك المنطقه جايه حساسه. لو بري تاعو من 15 أورو، حوالي 9000 دينار. في جل او كريم دوش كاين هادو من لو بتي اوليفي، ريحتهم شابه وفيهم كميه مليحه. كيما هادو منا كريم دوش برائحه الورود لي روز، فيهم 500 ملل، يرطبوا غايه البشره، وتاني جايين سون كولورون اي سون صابون، بدون ملون ولا صابون. لو بري تاعهم 4.18 أورو، من 800 دينار. ومن نفس لا مارك كاين هذا الجولي دو دوش، جايين بالفلور داموند، ازهار شجره اللوز، 95% مكوناتهم طبيعيه، جايين بدون سلفات ولا صابون ولا ملون، هيدراتون دوريجين ناتوريل. كاين هادو من تاني لي كريم دوش اكسترا دوس هيدراتونت، جايين بالسيترون. كاين هادو من بالفاني، وكاين هاد لا كريم دوش من لابيل، من لا مارك لابيل، ريحتها هايله، وثاني تناسب اصحاب البشره الجافه، جايه بالفاني والبور دو كاريتي، زبده الشيا، فيها 750 ملل، وترطب غاية الجسم. لو بري تاعها 3 أورو، من 600 دينار. فلي ماسك تاع الوجه كاين هاد الماسك بيوريفيون ا لارجيل بلانش، جاي بالطين الابيض، يستعمل من مرة حتى المرتين في الأسبوع. هذا الماسك ينقي مليح البشرة ويصفيها، تحطو من نوع على وجه وحتى الرقبة، وتخلوه حتى لينشف من 10 دقائق حتى 15 دقيقة، ثم تغسلوه. هذه كانت الفيديو تاع اليوم على هذا المنتجات، نتمنى تكون عجبتكم، نقولكم تلقاو في فيديو جديدة بإذن الله، ومع السلامة.